نعم محمد، هذه هي الزيارة الرسمية، ربما كان عنوانها الأكبر هو تعزيز العلاقات ما بين البلدين، لكن موضوعها الرئيسي هو بحث إيطاليا عن إمدادات إضافية من الغاز الجزائري بعد الأزمة التي شهدتها أوروبا إثر الحرب الروسية الأوكرانية. وقد صرح بصريح العبارة رئيس الوزراء الإيطالي وقال بأن إيطاليا تتجه للخروج من التبعية للغاز الروسي، وبأن أفضل بديل هو الغاز الجزائري بحكم العلاقات وبحكم القرب وكذلك بحكم الأنبوب الاستراتيجي الذي يمر من الجزائر عبر تونس باتجاه إيطاليا. وتم توقيع اتفاق للشراكة بين مجمع إيني الإيطالي الطاقوي ومجمع سوناطراك الجزائري من أجل زيادة الإمدادات بالغاز لصالح إيطاليا. وتعتبر الجزائر من المزودين الرئيسيين بالغاز لإيطاليا، حيث أن ثلث غاز إيطاليا يأتي من الجزائر. وقال رئيس الوزراء بأنه يريد زيادة هذه الكمية، لكن حسب مراقبين فإن الزيادة متوقفة على عدة عوامل، حيث أن وهي إيطاليا لم تكن اليوم ناطقة بلسان حالها في الجزائر، ولكن كانت تفاوض من أجل الاتحاد الأوروبي بحكم العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالجزائر. ويرى خبراء بأن زيادة إمداد إيطاليا وأوروبا ككل بالغاز يتطلب استثمارات تكون طويلة المدى، ما بين 3 سنوات إلى 4 سنوات، طيب، وأيضا هذه هذا نقطة مهمة متوقف على جدا يا العلاقات حسن. الاستراتيجية التي تربط الجزائر بموسكو. بخلاف نعم العلاقات وقد التجارية والسياسية وفي مجالات الطاقة، خط الأنابيب نفسه يا حسن، هل مؤهل لهذه الطاقة الجديدة أو لزيادة الإمداد؟ هل هو مؤمن ومؤهل؟ وإذا كان، ما حجم الإمدادات التي يمكن للجزائر أن تعطيها لإيطاليا أو كبوابة جديدة ربما لأوروبا بأسرها؟ نعم، حسب خبراء التقيناهم اليوم فقد أكدوا لنا بأن إيطاليا ممكن أن تحصل على كميات إضافية من الغاز، حيث أن الأنبوب الحالي فإن طاقة تشغيله الحالية 70% فقط، يعني إيطاليا وحدها يمكن أن تحصل على 30% من الإمدادات الإضافية من الغاز، حيث أنها العام الماضي في الثلاثي الأول من عام 2021 كانت هي الزبون الأول للجزائر بالغاز بأكثر من 6 مليار متر مكعب خلال الثلاثي الأول فقط. لكن حتى تكون إيطاليا هي بوابة للغاز المتوجه إلى أوروبا، فإن هذا على رأي خبراء مستحيل في الفترة الحالية، السبب ويتطلب عدد من الاستثمارات القاعدية في مناطق الصحراء الجزائرية، وأيضا تشكيل أنابيب جديدة تعبر المتوسط باتجاه أوروبا.